لأن هنا ثلاث ملاعب كان مخصصات للعب الشاطية وتبدي بيها بطولات وهاي. فأحد الأيام إجا الوزير ولقاهم قاعد يلعبون وما بيها لا أسجة لا رمل مطابق للمواصفات لا هاي. فبتوجيه الوزير صار لازم نكملهن خلال 72 ساعة يعني. فكان باشرنا بيهن يوم تقريبا 29 أو قبل 29 بيوم بلشنا العصر 29/12/2019 كملا يوم 1/1 ساعة بالثنتين الظهر. وأجرت عليهن مباراة بطولية بين نفط بين فريق نفط الوسط وبين نفط البصرة. أو أقل الأسبوع راح يكون ملعب. الصراحة إحنا يعني ما الأسبوع ملعب يجي ماكو. قالت تنتهي هاي المرحلة الأولى. الله عليك من قال أسبوع. والله العظيم والله العظيم قلنا ما راح يصير شيء. وذبوا الرمل هنا، هاي كانت ارضيه خضراء، ذبوا الرمل هنا، قلنا ذبوا الرمل وراحوا نفس الجماعه كانوا يسوونها. انتهت المرحله الاولى، احنا قاعدين فتره يعني فتره كانت راحه مال النادي قاعدين بالبيت، اتصلوا بينا قالوا افتتاح الملعب يا ملعب ما شاطيه شنو السالفه. فاجينا لقينا ثلاث ملاعب جاهزه، يعني صدمه والله العظيم مفاجاه. يعني تفاجئنا ثلاث ملاعب جاهزه خلال هاي الفتره الوجيزه، يعني ممنونين من يمه كلش. يعني شاف الملعب القديم، شاف غير صالح للعب. اي وقال شين هذا الملعب؟ قالوا له هو هاي هذا يعني هاي امكانيه العراق وما. فقال غسن هو امر بان تصير ثلاث ملاعب، ملعب للتمرين وملعبين للعب. غسن ثاني يوم وجه غسن خبر على المقاول، اجى المقاول هنا هو المهندس المادي اخذ قياسات كامله واجى اشتغل ثلاث ملاعب. راسا خلال خمس ايام كملت ثلاث ملاعب. خلال خمس ايام تقريبا. خمس ايام. ثلاث ايام انا احكي لك تخطيط وما شنو وكمل. خمس ايام اجى بلش، خمس ايام خلصت الملاعب واجى افتتح الملاعب. وايد حكينا هذا الموضوع وكنا نصور هنا الطابوقه تطلع من جوا الطابوقه هيك ثلثيه كامله تطلع من جوا. جيد لاعبين تعوروا عندنا زمن الوزير احمد رياض راحوا له قالوا له يا هذا الملعب هيك هيك ايش قال لهم؟ قال لهم روح للاولمبيه على الحمودي يسوي لكم ملعب. يا ليش على الحمودي؟ قال لهم تعالوا الاولمبيه ما له علاقه لا تدخلون هذا الملعب. وكان حتى اكو طابوق بالملعب. اي طابوق، انا واحد من الناس طلع الطابوقه جمهوريه راويتهم قلت لهم يعني لا توصف لا توصف الانقاض اللي كانت بيها والحديد ويعني سيارات هواية اشتغلنا ليل ونهار يعني على مدار 24 ساعة. اروح اقول لك بازل، كان بازل هذا ورا الجول. اي والله 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 العظيم قصب وهاي وذي الجفرة كانت. لك يا ما صدق للمتعلمين احنا يجيك واحد يعطيك وعد راح اسوي كم ملاعب يروح بعد ما يجي. سعدنان درجال من اجى عمر ثاني نفس اللحظه تنفيذ صار نفس اللحظه. ثاني يوم اجينا لقينا زميج نادى بين سكسات. ثاني يوم زميج فرش وبعدين فرش الرمل هذا فوقه، ما فرش قبل الرمل، جاب زميج مال نهر فرش جوا وبعدين فرشه فوقه رمل. هذا مدرج على اساس راح يصير. هذا مدرج وذاك مدرج. هذا كان الطين هيك كفو انطب. انت مطر بعد ما تدري فيها سيد عايش الوين. استغربنا وشفنا النارات الليليه وقال بعد ترى الملعب ها بالافتتاح قال الملعب ترى بعد ما كامل الملاعب اللي راح يصير لكم بعد حمامات ومنازع هناك يمكن ذيك الجهه يمكن احسن. وين كنت تنزعون وتغسلون؟ وين؟ تكرم انطب على هاي التواليت الشرطي اللي قاعد اخافر الباب. بس المخطط مالتها المنازع تسوي لي اياها بالنص عباره عن شنو؟ منزع منزع لاعبين وحمامات. شنو والله هي اللي منزع؟ ايه؟ غرفة يقعدون بها اللاعبين وغرفة للمدرب. كل منزع يحتوي على غرفة لاعبين حمامات. هذا هنا غرفة مدرب بها تواليت حمامات سويت لو ما بيها كبيرة ما كبيرة ما بعدين ترى هم سيرت اكو تصميم عندهم
حمامات. ايش كم حمام بيها؟ شوف التشوي كيف مسافتك في عندك. طيب التواليت من ضمن الحمام؟ هو هذا مراسم، هذا مراسم خارجيه تصير. خليلهم مرافقات هذا عندك المسافه راح تكفي. ايه مرافقات وين انا حمام؟ مسافه هواي تعبان 5 متر كافيه مسافه هواي. المنتخب كريم مقدم يعني قالوا له اريد نجدد وياك سنه تجي، قال له ما اجدد اذا ما القى رمله عاليه والقى ملاعب زينه والقى يكون اللاعب المنتخب من يدخل يشوف صورته بالملعب. بعد وشايف تكرم زباله وصدق بالعمل ايضا. يعني المهندس اللي اجى لحد الان احنا جايين شكرا يعني، ويقول بعد الملعب ما كامل جاي يشتغلون لحد الان. يعني هم البارحه سووا صبه، جاي يجيبون ماكينه تحرث الرمل، يعني ما متوقفين لحد الان. هم ما كابتن عدنان خلينا نكون واقعيين، انسان رياضي، انسان هو نابع من منطقه رياضيه، يعني هو انسان خلص عمره بكره القدم، يعرف شنو هاي المعاناه، يعرف اللاعب من يجي للنادي مالته او للملعب يعرف شنو اللي يريده، يريد ملعب زين، اهتمام. من يوم اللي اجى كان كلش ضايج ومقهور. تفاجئ يعني انا جاي اقول لك استاذ هذا ماكو بي ار سي، يعني هذا ستر علينا مال هذا الملعب. افتتح الملعب بس هاي الصبح ظهر عصر ليل وانا بالملعب اشتغل. انت كنت تجي للملعب تشوف الشغل؟ انا كنت اجي هنا قرنا ليل ونهار، يعني على مدار 24 ساعه. يعني كان يجي مع الوزير يزورنا بالثلاثة الفجر بالأربعة الفجر. ثلاثة الفجر؟ اي، وكان يجي مدير عام الدائره الهندسيه هم يزورنا، وعندنا صور له يعني مع علي الوزير بالليل. ليش ثلاث ايام؟ لان كانت اكو مباراه نهائيه. كانت اكو مباراه نهائيه يوم 1/1 واجرت هاي المباراه النهائيه وموجود هم التصوير مالتها وموجود كل شيء. استاذ عدنان درجال الف رحمه على والدي، وحتى ادعي له بالصلاه. والله ادعي له بالصلاه لان خلانا واجهيه، خلى العالم تحترمنا احنا لاعبين شاطئيه، احنا لاعب منتخب. ما احنا مصلحتنا ما ناخذ صوره لان منظر مو حلو. هسه الحمد لله تشوف يعني واحد حتى يعني والله العظيم يعني لك واسطه تتمرن تتدرب. هسه هذا حتى انجاز يعتبر للمنتخب، هسه المنتخب راح يصير غير شكل.